هي فعلا مصالحة أم هي مناطحة؟ الوضع صعب. المصالحة سيادة الرئيس، هناك إحباط. أنا سأشرح الموضوع بالتفصيل. حماس تريد منظمة التحرير، هل تتوحد فتح؟ الجواب مستحيل. أوضح منك شو في؟ 90% من موظفي السلطة الفلسطينية أخذوا قروض. والله بقدرش أدفع الرواتب بالكامل. أنا أبيع أولادي، أنا رح أبيع الكل قبل هيك عشان خاطر أعيش أولادي، وطلعت كيدي خربانة. حماس تدخل أموال على غزة بالمشاتيح، بطلت الشنتات تكف. إحنا متفق مع غزة. يعني معناها لازم رئيس السلطة ورئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة واللجنة التنفيذية يكونوا في خلينا نحكي بالمكشوف. المديونية تبعتنا إجماليها كله أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وبيجي حدا بيقول لي البلد في الديون، الحكومة هي تحملت هاي المديونية بالكامل. هاي في الأردن عند الملك كل يوم في الجرة رئيس وزراء بيطلع. هي حكومة اجت من السماء، ما هي حكومة الرئيس. شو القصة؟ شو القصة؟ الأغذية الأغذية والمجربة، إما بنكون على قد اسم البرنامج أو بنلغيه.